كتير حلوة، الواحد بيشم هون هوا نظيف. قديش كبيرة هالأرض؟ عن جد كتير حلوة. كانت حجي بس مشان تطلعي لبرا، ما صار شي بينك وبين عدنان؟ لو تعرفي شو صار كنتي بتجني. هي الذكرى اللي كنتي مخبيتيها وجعت لي راسي. أي ذكرى؟ رسالة مهند. عدنان فكر إنها مكتوبة لإلي. ليش أنتي ما كنتي كابتيها؟ كبيت كل شي بس الرسالة ضلت بجيبتي. إيه؟ وعدنان شافها بالصدفة. لا تقولي فكر إنه مهند كاتب لك ياها. بالضبط. يا الله منك يا سمر، يا الله. طيب شو صار؟ جن جنانه لما شافها. عدنان حشرها بأنفنا أنا ومهند وقلنا شو هي؟ ما عم صدق. وأنا كبرتها للقصة طبعاً، عيطت وقلت له كيف بتفكر بهي الطريقة؟ هلأ أتوضح كل شيء، بس أنا ومهند تضايقنا كتير من القصة وخجلت كتير قدامه. بس عدنان كمان معه حق، لو نهاد محله كان فكر هيك. أساساً مشان ما توقع الورقة بإيد نهاد وقع كل شيء فوق راسنا. أنا كتير خجلاني هلأ، فضحت قدام عدنان ومهند مشان هيك ما إجا اليوم. يمكن. بس أنتي ليش ما كبيتيها؟ بقيت بجيبتي، شو بيعرفني؟ وهداك اليوم لما دخلت أمك فجأة قلت بلا ما تشوفها فحطيتها بجيبتي. بالأساس أنتي ليش خبيتيها؟ وببيتك كمان قدام عيونه لزوجك بالدرج؟ لو لقاها نهاد شو كان صار؟ سكتي، ما عم بقدر أتخيل. وقت اللي بلشتي تطلعي مع نهاد كنتي قايلة إنك نسيتي لمهند وتزوجتي، فليش ما كبيتي كل هالرسائل الغبية؟ ليش عم تقولي غبية؟ كانت ذكرى. صحيح كانت مشكلة وصعبة، بس بالنتيجة نحن عشنا علاقة. كل شي عشته معه كان خاص كتير، كان كتير حلو. صح انتهت، بس هديك الأوقات كانت حلوة. مهند غير، ما عم قارنه بنهاد، بس عن جد هو غير. يمكن كنت عم بنجذب لإله لأنه ما صار بيناتنا علاقة حقيقية. كل بنت بتحب بجنون لفترة، بالنسبة لإلي كانت شغلة مثل السحر. مهند بيعشق بشكل مجنون. تعالي لورجيك على الاسطبلات. كان إحساس مختلف تماما. لا تطلعي على تعصيبي علي هلأ، أنا ماني ندبانة على كل شي عشته مع مهند. يا عيني يا عيني، كأني ما سمعت هالاعترافات من قبل. دخيلك، عشناها وخلصت، حتى انتست كمان. مو الهيئة أنه انتست بنوب. عم يتهيأ لي أنه أحاسيسك لساتها موجودة. مستحيل، لو بقي شي جواتي تجاه مهند ما كنت تزوجت نهاد. ما بعرف هيك، لأول مرة بسمع منك شغلات واضحة بصراحة. خفت. ليش؟ تهيأ لي وكأنه شرارة صغيرة بدها تشعله من جديد لهذا الحب. شو عم تقولي انتي؟ هالشي مستحيل. طبعا شغلة ما راح تصير ولا بتصير كمان. انتي متزوجة وعندك ولد، حطي عقلك براسك واوعيك تهددي زواجك ابدا. شو عم بيصير لك؟ عم تحكي وكأنك ما بتعرفيني بنوب. حبيت حذرك وبس. اسمعيني سمر، انا بحب نهاد وانا ما تزوجته من شان خونه. بعدين لو سمحتي لا تقولي لي هيك شغلات ابدا. يلا خلينا نشوف الاحصنة.